بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرغام ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. طيب، ناوي حول الله تعالى بعض آيات رسول تنازل الميسوس الرأس الرأس يجب بذل سبتير جلاشين هو رأس هو لمو لم بمو كورونا نحن نبدأ بأي خمسة عشر. قل ربي سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى؟ هو الله خاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قبل اللحظة هل أتاك حديث موسى؟ هنا مصدقين أيوة لكون سيدنا محمد عليه السلام لم يدرس تاريخ الأديان وتاريخ الأنبياء عليهم السلام. هل أتاك في الخطاب سلام التربية ربما هل أتاك أعطيك المعلومة الصحيحة الواقع الواقع التاريخي هل أتاك حديد موسى؟ ما حدث؟ إن ده ورد بالوادي المقدس يتلوى في التاريخ القرآن يبين لك ما حدث فوق المدينة إلى إلى فرعون يوم القيامة. أنا أوريكم مثل ما يقول النبي الكريم من جميع صلاة التسليم اذهب اذهب لا تخشح بنيك على عيني وأنا أنصرك وأنا أحفظك وأنا كذا وأعلمك وأنا أؤدبك. وإذ نادى ربه من الواد المقدس يتلى اذهب إلى فرعون إنه تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى. سمعوا هذه صوت الآية صعبة.